السلام عليكم أحبتي وأحبائي، رجعت لكم الآن في الحلقة الثانية عن موضوع فيروس كورونا. سوف أشرح لكم الآن عن الأعراض الذي تصيب الإنسان الذي يحمل مرض كورونا. طبعا في البداية سوف تبدأ لديه أعراض الإنفلونزا، نفس أعراض الإنفلونزا، لكن غير معلوم إنه هذا الشخص يحمل كورونا أم لا، لكن سوف أول شيء سوف يلاحظ ذلك بعد 4 أيام، سوف يعرفون أن الشخص لديه كورونا أم لا. طبعا في البداية سوف يكون لديه العطاس والتعب العام، يعني سوف يكون تعبان جدا، لا يستطيع العمل، سوف يبقى في البيت، والسعال والحمى، يعني الحرارة، درجة الحرارة سوف ترتفع أكثر من 39 درجة مئوية أو 38، يعني وسوف يلاحظ الشخص العادي على هذا الشخص المريض هذه الأشياء. وسليان الأنف، يعني الأنف يقوم بسليان الماء والعطاس والتهاب الحلق هنا البلعوم. وطبعا في المستشفى يقومون بفحصه وسوف يجدون أنه لديه فشل في الكلتين، يعني في البول وهكذا. العلاج لا يوجد علاج إلى الآن، فقط يعني حاليا أنا حسب ما عرفت هناك علاج الآن موجود في الصين وفي أمريكا، لقاح، لكن سوف يجربون هذا اللقاح على الحيوانات. إذا نجح هذا العلاج على الحيوانات فسوف يقومون بإرساله للأشخاص، للإنسان، يعني يقومون بإرساله إلى الصين، ألمانيا، وبعد ذلك إلى الدول العربية على ما أعتقد، أو إلى كل الدول، وإن شاء الله تكونون قد أسلمتم من هذا المرض وتكونون بصحة جيدة إن شاء الله. سوف أقول لكم الآن أشياء يجب عليكم أن تقوموا بالعمل بها لكي لا تتعرضوا إلى هذا المرض، مرض كورونا الفيروس. أول شيء يجب عليكم أن تقومون بشرب السوائل الكثيرة، يعني مثلا تقومون بشرب الماء، أو تقومون بشرب الماء الحار يعني الدافئ، أو تقومون بشرب السوائل الكثيرة يعني العصائر وإلى ما ذلك. والشيء الثاني إنكم تقومون بأخذ قسطا من الراحة، يعني تبقون في البيت ولا تخرجون إلى العمل. يكون أفضل إذا كانت الدولة قد أعطتكم عطلة عن العمل، ولكن إذا لم يكن ذلك فعليكم أنتم أن تأخذوا قسطا من الراحة وتجلسون في البيت، ومثل ما قلت لكم تشربون السوائل الكثيرة. الشيء الثالث وهو عدم التدخين. التدخين هو سوف يسبب لك أيضا هذا المرض، لأنه سوف تنتقل البكتيريا هذه تنتقل مع الدخان أو مع التدخين. فالشيء الثالث هو عدم التدخين وعدم الجلوس عند الأشخاص الذين هم يدخنون، يعني وعدم الجلوس عند في الأماكن التي يصبح فيها تدخين أو دخان أيضا. الشيء الثالث هو تجنب المناطق مثل ما قلت لكم التي فيها دخان، تناول أدوية تخفف الألم، لأنه أنت سوف يصبح معك الحمى والسعال وإلى ما ذلك، فعليك أيضا أخذ هذه الأدوية لكي تخفف عليك الألم من هذه الأشياء وإلى ما ذلك. مثل ما قلت لكم عدم التدخين، الجلوس في الأماكن التي فيها تدخين، أخذ قسطا من الراحة، وشرب السوائل الكثيرة. وبعد ذلك أيضا تستطيع أن تأخذ حماما دافئ، كل يوم تقوم بعمل الدوش في الماء الدافئ أو كل يومين ثلاثة، لكي يكون جسمك يفرغ من البكتيريا، ولكي يكون جسمك مثل الدافع، لكي إذا تأتي البكتيريا لا تصيب جسمك بسرعة، لذلك الحمام الدافئ يكون أفضل. طبعا بعد ذلك الدخول المشفى ضروري جدا لك وللأشخاص الذي من حولك، فهناك سوف يعني تأتيك مضادات حيوية، وسوف يأتيك أيضا سترويد، وسوف يأتيك أيضا تهوية اصطناعية لكي يقومون بفتح المجريات الذي تأتي لك الهواء، يعني من هنا إلى الرئتين وإلى ذلك، فيعملوا لك تهوية اصطناعية لأنك لا تستطيع، سوف لن تكون لك القدرة على التنفس الاعتيادي أصدقائي. والآن أصدقائي سوف أقول لكم ما الأشياء التي تعملوها، أيضا الأشياء التي تحميكم من هذا المرض، الوقاية، يعني ماذا سوف تعملون. الشيء الأول هو غسل اليدين جيدا جدا بالماء الدافئ أو الماء العادي أول شيء،
أو الشيء الثاني هو تقومون بغسل اليدين بالشامبو أو بالصابون، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث هو تقومون بغسل اليدين بالمواد المطهرة لليدين، طبعا المواد التي فيها الكحول، الكحول هي سوف تقتل الجراثيم، لذلك هذا الشيء الثالث هو أنكم تقومون بغسل اليدين بالمواد التي تحمل الكحول وأيضا بالماء الدافئ وأيضا مثل ما قلت لكم بالصابون والشامبو. طبعا واحدة تأتي بعد الثانية، أول شيء بالماء بعد ذلك الصابون أو الشامبو بعد ذلك المواد المطهرة. الشيء الثاني أو الثالث هو عدم ملامسة الأنف أو العينين، يعني أنت تستطيع ملامسة الأنف والعينين لكن قبل ذلك تكون قد غسلت يديك، لأنه سوف يسبب لك المرض، يعني لأنه هو المركز الذي يدخل منه المرض، يكون الأنف أو الأنف عفوا أو الفم أو العيون، لذلك كونوا حذرين من ذلك. تقومون بغسل يديكم بعد ذلك تقومون بلمس الأنف أو العيون أو الفم. الشيء الأهم هو عدم يعني تجنب الاقتراب من هذه من هؤلاء الأشخاص الذي يحملون المرض. الشيء الأهم هو التجنب، يعني لا تكونون بالقرب منهم، هذا يكون أفضل، وعدم أيضا ملامستهم، عدم استعمال الأشياء الذي هم يستعملوها، هذه الأشياء مهمة جدا طبعا، وعدم اللمس، وطبعا هو أصلا ينتقل في الجو أو في اللمس أو في الكلام أو في القح أو في السعال، هو ينتقل هذا المرض، يعني هذا الفيروس، فيروس كورونا. وأيضا الكمامة، يعني تقوم بلبس كمامة، إما أن تكون هذه الكمامة العادية الزرقاء أو تكون الكمامة التي فيها فتحة تهوية، طبعا هذه غالية بعض الشيء، لذلك أنصحكم بلبس الكمامة العادية، لكن إن شاء الله لم يصبكم هذا المرض، لكن إذا كنتم أنتم بالقرب من شخص يحمل هذا المرض فطبعا يجب عليكم أن تلبسوا الكمامة التي فيها تهوية. والملابس الزرقاء أو البيضاء موجودة في الانترنت أو في المراكز في المستشفيات، وأيضا الكمامات والكفوف، وأيضا تقومون باستعمال الورق، ورق التواليت أو ورق الغسل اليدين، هذا الورق الذي تستعمله مرة واحدة وبعد ذلك تكبه في الزبالة. هذا الورق هناك في المحلات أوراق مجففة فيها تعقيم، إذا تقومون باستعمالها يكون أيضا أفضل. طبعا نحن في ألمانيا أو في إيران مثلا أو في الصين، هناك يعملون أو عملوا حاليا حجرا صحي للأشخاص جميعهم المصابين في مرض كورونا، وقاموا بإغلاق المطارات. هنا حاليا عندنا في ألمانيا موجود من دول إيطاليا أو العراق لا أعتقد، لكن إيطاليا وتايواند وتايلاند والصين واليابان، هذه كلها وإيران، ممنوع أي شخص يأتي من هذه الدول إلى ألمانيا، فقد أغلقوا المطارات يعني أو السفارات التي يأتوا منها الأشخاص هنا خاصة في ألمانيا. أتمنى منكم جميعا أن تكونون بسلامة وخير إن شاء الله، وأتمنى أن لا يصيبكم هذا المرض. أتمنى قد أفدتكم في هذا الفيديو. طبعا المهم من كل شيء هو غسل الأكل الذي تقومون بشرائه، يعني الطماطم أو الخيار أو إلى ما ذلك، هذه المواد التي هي صالحة للأكل يقومون بغسلها جيدا في مواد التعقيم وفي الماء، وأيضا غسل اليدين مثل ما قلت لكم، وعدم ملامسة العيون أو الأنف وإلى ما ذلك إلا تكون اليدين معقمة، وطبعا لبس الكمامة مهم جدا، الكمامة لبسها العادية الزرقاء، لكن إذا كنتم أنتم بالقرب من أشخاص هم معديون في هذا المرض فتلبسون الكمامة، تقومون بلبس الكمامة التي فيها التهوية، وطبعا هذه غالية جدا، يعني $50 تقريبا، فإلبسوا الكمامة العادية والكفوف أيضا، عندما حاولوا أن لا تقومون بالذهاب إلى أماكن مكتظة بالبشر بالناس أو في القطارات أو في الباص أو إلى ما ذلك، يعني حاولوا أن لا تذهبوا إلى هذه الأماكن، لكن أنت إذا يجب عليك أن تقوم باستعمال الباص أو القطار فإلبس الكمامة أو الكفوف، أيضا خذ معك دائما التعقيم، اشتري تعقيم من الصيدلية أو من مراكز التجميل،
هناك تعقيمات، علبة صغيرة. أنا سوف أضع لكم صورا، أتمنى ذلك، أنني سوف أضع لكم صورا في الفيديو، وأيضا فيديوهات 2 أو 3 سوف أنشرها أيضا في القناة لكم جميعا. طبعا أنا هنا في ألمانيا أدرس الآن الطب في ألمانيا في جامعة ألمانية. إذا كانت لديكم أي أسئلة طبية أو أسئلة عن أمراض أو أي شيء في يعني يفيدكم، فأرجو أن تكتبوه لي هنا في الخاص أو في التعليقات. كان معكم أخوكم مصطفى من ألمانيا من قناة From Inside Germany. مع السلامة، تحياتي.